دخلت الناتشورال هيستوري ميوزيوم. خليكم وياي حصاد على هذا المصعد العملاق، راح ندخل في داخل الكرة الأرضية. خليكم وياي. أتكلم معكم من الداخل الكرة الأرضية. الله، حار كل شيء هنا جو. تم الذوبان بنجاح. هذا الجزء كل شيء ازدحام طبعا، بس يشوفون نحشي على الفولكينوز. شوفون هنا أنا كله. هذا الجزء راح ندخل بالإيرثكويك، يعني الزلازل. يتكلم طبعا عن شلون يصير الزلزال، يشوف الأطفال وحتى البالغين أنه شلون يحدث، وشلون مثلا تقدر تحمي نفسك إذا صار هيك شيء. وازدحام مو طبيعي طبعا، ما شايف هيك ازدحام أنا بحياتي. المتحف مجانا، احجان على المد هاي هيك ازدحام. هسه احنا بداخل محل، راح بعد شوي شوفنا إذا من يصير زلزال شو راح يصير. هاي الزلزال طبعا حدثت ب 17 شهر 1 1995 في اليابان. حياة طبيعية للناس، شوفوا بالأسواق قاعد السواق مثلا. خلينا نشوف شو راح يصير. وهذاك هناك فيديو من الحادث. اوه تشوفون هاي هنا، اذا احد جوعان يقدر يشتري. وطبعا هذا المنظر اللي شفناه، شوفوا هذا، هاي الكرة الارضية شفناها قبل شوية دخلنا بيها. هذا الجزء يتكلم على الطبقات الكرة الارضية، وانه شلون هاي الطبقات دائما في حالة نشاط. هذا القسم يتكلم عن الفضاء، هذا القسم يتكلم على الكواكب والفضاء. هو طبعا يقول لك الارض هم من شنو متكونة، وشون كانت قبل ملايين السنين، وشون راح تكون بعد ملايين السنين. هذا الجزء كله يتكلم عن الفوسيلز، اتصور يعني بالعربي حفريات، اثار الحيوانات والكائنات قبل ملايين السنين المتبقية في الصخور. هنا كله فوسيلز مال كائنات مختلفة متلاحظون. هنا يتكلم عن الصخور المختلفة اللي ياخذوها من تحت الارض. شو رايكم بهاي الصخرة الخضراء؟ بس شوفوا هاي الصخور شكد حلوة. شو رايكم بهاي؟ تلمع تخبل. حتى هاي همينة. بعد صخور. يلا اختاروا يا لون تحبون. شوفون هذا الصخر كله يسوون منها مجوهرات. هاي هنا يطلعوا منها الوان اللي ممكن تستخدم بالطعام، وهاي هنا حجر وصخور يطلعوا منها الأدوية. يعني هسه هذا القسم كله يتكلم عن الصخور والأحجار الكريمة اللي ممكن يسوون منها مجوهرات أو أطعمة أو ألوان وأدوية. هنا أنا قسم الحيوانات اللي هي Natural History، ودي تشوفون الازدحام طبعا أبد ما عاجبني الوضع، بس يلا خلي أشوفكم أتعب حتى تشوفون اللي دا أروح بيه وتقدرون التعب مال الفيديوهات. أنواع الطيور مثل ما تشوفون، كائناتكم كائنات أخرى، وكل هاي الطيور على الحائط كله فوسيلز طبعا. ديبي ديبي المشهور، والله منو ديبي ما حد ما ادري، بس هوسه كلش عاليه وخابصين الدنيا. شوفوا الناس شنو السالفه ما ادري. هسه هنا قسم الحشرات، خلينا نشوف شو راح نلقى. خلينا نشوف هاي ايش تسوي. شوفوا ايش قد حلو ذا يشتغل.
أقدم لكم بيض الديناصور، يلا تفضلوا. هذا الديناصور يسموه داينانكوس، اللي هو كان عايش بين 120 إلى 110 مليون سنة، لاقي بأمريكا طوله تقريبا 3 أمتار. هذا الجزء شوفكم صور من الطبيعة، أهدأ قسم يمكن ما بيناس. هاي هنا جزء الثدييات مثل ما تلاحظون، شوفون هاي الحوت الكبيرة، هذه الحوت العملاقة، شوفوا حجم الحقيقي حجم الحوت، وقارنوا حجم الحوت ويا حجم الفيل. وفوق عندكم، وهذا كان متحف التاريخ الطبيعي، طبعا ازدحام جدا بس هو جميل وكبير فيستحق الزيارة حتى لو مرة واحدة على السريع. ما مثل ما تشوفون هذا هو ساينس ميوزيوم، ومن هنا تيجي تندار هذا الناتشورال هيستوري ميوزيوم، وهذا هو ألبرت فيكتوريا أند ألبرت ميوزيوم. فثلاث متاحف واحدة بصف الأخ. راح ندخل هسه، راح ندخل بالساينس ميوزيوم. هسه هذا أول جزء في ساينس ميوزيوم، متحف العلوم، هو يحكي عن الفضاء وكيف تخترق الفضاء. كلها مش مشوفون سفن فضائية والمحطات الفضائية. هاي المنظومة الأمريكية من ناسا اللي وقفت على القمر، طبعا هاي مو الأصلية بس هي شي مجرد حتى يشوفون حجمها. هذا أكلهم بالفضاء، يأكلون هاي الشغلات مثل ما تشوفون، كلها باودر وقواطي. هاي هنا أطفال نشاطات. هسا احنا الطابق الأول، جزء يسموه هو أماي، يعني من أنا. هنا أنا تجي تستكشف نفسك، أحاسيسك، وتتعلم على الجسم. شوفوا الناس كلها قاعدة تستكشف. هنا نتكلم عن الدماغ. هذا جزء آخر يسموه Engineer Your Future، يعني هندس مستقبلك. اكو مثل يكتون تلعبون نشاطات، هاي كلها محركات طيران وطيارات. عندكم هنا طيارة حربية، هاي المحرك مالت، هواي طيارات. هاي هنا قسم الفلاي زون يسموه، قسم الطيران يعني. هاي هنا طيارات قديمة ومحركات جوا. وهنا أنا من أول الطيارات. هسه راح ننزل من طابق الثالث إلى الطابق الثاني اللي بيه أقسام أخرى، همنا راح أصور وأشوفكم. هاي عبارة عن ساعة قديمة من سنة 1632 إلى سنة 1640. هذا القسم يشوف الساعات المختلفة، أدوات صناعة الساعات، وهاي الساعة القديمة، ساعات أخرى، هاي الساعات من القرن الـ18، كافتيريا معزلة طبعا. هسه هذا هنا يشوف حركة الكواكب، هاي اللوحة من سنة 1733. هذا مال ملك جورج الثالث، يسموه The Philosophical Table، يعني ميز الفلسفة مالته. ظهر الأخ كان يحب النجوم والفلسفة. هذه الأجهزة هي كانت حتى تحل معادلات رياضية. سبحان الله، هذه كلها تبدلت ويا جهاز إلكتروني صغير. هاي هنا يتكلم عن عصر التقنيات والأجهزة المختلفة. التصميم حلو طبعا هنا، شوف التصميم شكله حلو. هاي هنا الحاسبة، شوفوا شلون أول حاسبة هذه كانت في سنة 1973، وبعدين تحدثت صارت هاي الحاسبة في 1970،
وبعدين عندنا هذين الحاسبات بين سنة 1900 إلى 1970، وبعدين اجتنا الحاسبة الديجيتالية الإلكترونية. هسه احنا في قسم الطب، هنا نتكلم عن الأدوات الطبية المختلفة في العصور المختلفة. هذا الجهاز كان حتى ياخذ صورة من الجسم مثل السونار والسيتي سكان، بس هذا عمر قديم جدا. هذا جهاز لقياس الدم والإدرار. وهنا نستمر بعض أدوات وعمليات جراحية ماذا حدث بعد الحرب. هذه هنا مثل الصيدلية، راح ندخل لها. شوفوا المتحف تعزل هسه والناس كلها تطلع، همزين لحقت كذا تشوف ثلاث متاحف حتى لو على السريع، نبذة مختصرة عنهن حتى أخذ فكرة. فثلاثتين بصراحة المتاحف حلوة، كانن يسون واحد يجيهن، خاصة إذا عنده وقت. إذا تقدرون طلعوا من وقت، مثلا كونوا بالمتحف الأول الساعة بالعشرة حتى تخلصوا. أول واحد هو أكبر واحد، والوراها ثاني واحد هو ناشونال هيستوري ميوزيوم كبير، والساينس ميوزيوم هو أصغر واحد. فحلوات روحوا لهن، وكلهم مجانا يسوان وتونسوا بلندن. أعتقد خلصت لهذا اليوم، راح هسه أطلع من هنا وراها أتصور أرجع أروح أكل لأن ما أكلت اليوم، وما أكل أرجع للبيت اللي أجرته وأشوفكم إن شاء الله باكر. تحياتي لكم، إن شاء الله تونستوا.